قلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس القرآن الكريم. مجالس القرآن الكريم. مجالس القرآن الكريم برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات القرآنية بتبسيط وتيسير مع نخبة من المتخصصين في علوم القرآن والتفسير. مجالس القرآن الكريم. تنفيذ محمد بن سعد الفرشاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس القرآن الكريم. هذا البرنامج الذي تقدمه الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان، بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. فهذه تحية من محدثكم عبد الرحيم بن عبد الرحمن إيدي، ومعي في هذه الحلقة أصحاب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن علي الحريصي، الأستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، والأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله فريح، الأستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. وسيكون حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن سورة يوسف عليه السلام، هذه السورة المباركة التي امتازت بما لم يمتز به سورة أخرى من سور القرآن، وهي أنها في قصة واحدة من أولها إلى آخرها تدور.